السلام عليكم. في حد بيسأل شرح بالتفصيل ال LOD 400 وال LOD 500. طيب ال LOD كان level of detail او level of development، والكتاب بتاعه هتلاقيه على load form، هتنزل وهتلاقي الكتاب، تقدر ان انت تدوس على الرابط ويفتح معك عادي. وتعالى بقى نبص على الصفحة دي اللي هي صفحة 13، انا بحب رقم 13 يعني. ف LOD 100 ده انت بتشرح الفكره نفسها، مش من غير سايز، من غير شكل، من غير تفاصيل خالص، مجرد ان انا بقول والله انا مثلا ناوي ان انا اعمل الاضاءه مثلا في السيلينج او في السقف او 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 تمام. طيب بعد كده في ال 200 خلاص بنبدا نحط بقى ايه التفاصيل والسايز. يعني ال 100 هي الكونسبشوال ديزاين، ال LOD 200 البيزك ديزاين، ال 300 اللي هو الديتيل ديزاين، وبعد كده ال 400 اللي هو الاي في سي والشوب درون. طيب ال 500 هو ايه؟ اللي هو الاسبلت، يعني انا مش هحط معلومات اكتر من اللي موجود، لكن هنزل الموقع واشوف اذا كان في حصل اختلاف ولا لا. يعني انا كنت عامل في التصميم بتاعي ان الباب هيبقى ارتفاعه كذا، لكن لما جم ينفذوا ما لقوش، فنفذوا نتيجه ظروف الموقع بمقاس مختلف، فساعتها هو ده اللي له دي 500. ان انا عايز لما اجي اعمل صيانه ابقى عارف الحاجات دي مكانها فين. هو مثلا المفروض ان في الديزاين حاجه وهو نفس حاجه تانية، فال 500 مفروض لو التصميم كان كويس وهم نزلوا عملوه مظبوط فما يحصلش اختلاف خالص، فتلاقي اللي له دي 500 هو اللي له دي 400. لكن اكيد بيحصل ان انت وانت بتنفذ مثلا المهندس الموقع قال لا ده انا من خبره بتاعتي هعمل حاجه تانية، او حصل ظروف او حصل شيء اضطر ان هو يعدل. تمام، مثلا كان محطوط حاجه وبعد كده الدفاع المدني جه فراح معدل حاجه معينه، او جه ينفذ ففوجئ هو بيشوف حاجه بعينين هو مش هينفع الحاجه ديت، او المصمم ما خدش باله من نقطه معينه لا فراح معدل التعديل. فليل دي 500 احنا بنعمل التعديل، لذلك هو في الكود ما خدش بالليل دي 500. يعني هو حتى كتب كده نوت يوزد، هو مش هيبدا يقول لك العنصر ده في 500 عامل ازاي. انت في 500 بتنزل بتلاقي تعديلات بتعمل التعديلات ديت، فمش مطلوب ان انت تضيف حاجه. انما ال 100 وال 200 وال 300 وال 450 وال 500 لو خدنا اي صفحه عشوائي هتلاقي بيقول لك في ال 100 هتحط كذا، في ال 200 هتحط كذا، في ال 300 هتزود عنصر معين. يعني انا لو قلت لك في العقد ان انا هديك 300 لازم يبقى فيه جراد بيم، يبقى فيه التفاصيل ديت اللي هي موجوده. لو انت مش حاطط التفاصيل دي يبقى ده اللي دي 200. تمام، لذلك من ضمن النقط ان مفيش حاجه اسمها موديل اللي دي 400 او اللي دي 300، مش الموديل كله لا، ده العناصر كل مجموعه من العناصر بيبقى فيها تفصيله معينه. لان اكيد يعني اثناء الشغل بتلاقي ايه، او اثناء ما احنا قبل ما نبدا شغل من الخبره بتاعتنا عارفين ان ده هياخد وقت كتير قوي، مش هيبقى لي لازمه ان انا ادورك اللي دي 400، فاقول لك والله بعض العناصر هسلمها في اخر المشروع اللي دي 300، وبعض العناصر اللي دي 400، وبعض العناصر ممكن نتفق عليها، وهكذا. يعني الموضوع مش موديل كله اللي دي 400، وممكن تلاقي حاجه هتدخل في تفاصيل كتير قوي وما لهاش داعي. يعني مثلا السبورتات بتاعه السيلينج اللي هي معماريا السبورتات سهل جدا ان انت تحطها في اي مكان، فمش هتاخد جهد كبير قوي لو عملتها في الموديل بتاع البيم، بينما مش تفرق كتير جدا في التنفيذ فاحنا ما بنعملهاش. انما سبورتات مثلا البايب والضغطات بنعملها لانها بتفرق كتير جدا في الكوردينيشن. ارجو يكون الاجابه واضحه. اللي دي 500 اللي هو اللي تم تنفيذه، فبتشوف اللي حصل في الموقع وتعدل فيه، مش مطلوب منك تضيف بيان اكتر من اللي موجود في. بس ممكن تكون انت طالب شركه معينه، هو جاب شركه تانية مفيش مشكله، بتكتب اسم الشركه التانية بحيث اللي بيعمل الصيانه بيبقى عارف. في حتى ناس بتحط اللي دي 600 اللي هو في الفاسيلتي مانجمنت، بقى اضطريت ان انا اعدل حاجه، فتحت باب على باب، فتحت حيطه على حيطه، عملت اي حاجه من الحاجات اللي هي غريبه ديت بنسجلها بقى في ايه، في اللي دي 600.